بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مرة تانية لحالتنا نحت رباعي الأبعاد لمنطقة البطن والصدر. شرفنا من المملكة العربية السعودية. معانا دكتور محمود هدية، أخصائي العلاج الطبيعي، بيعمل جلسة مساج لمفاوي، وهو معاكم هيكلمكم عن الجلسة. اتفضل يا دكتور محمود. ده المساج اللمفاوي بنعمله بعد العملية، بنعمله من تاني يوم العملية على طول. بتكون أهميته إن احنا بنصرف السوائل الموجودة بعد العملية، سوائل الجهاز اللمفاوي. الفكرة إن الجهاز اللمفاوي هو المسؤول عن الفلترة في الجسم، فبعد العملية المضاعفات والسوائل والحاجات الموجودة في السوائل بتفلتر الجسم وبتبدأ إن هي تتخلص من كل الحاجات بعد العملية. احنا بنحرك السوائل دي ناحية الغدد اللمفاوية، بتكون موجودة تحت الإبطين وموجودة حوالين السرة وموجودة حوالين الرقبة وعند أي مفصل في الجسم عموما. فاحنا بنحرك بمساج جنتل خفيف خالص، بيكون مؤلم شوية في أول يوم أول تاني يوم، بعد كده الموضوع بيبقى خف جدا يعني، تمام، وبيبدأ الموضوع يحصل تعافي سريع يعني إن شاء الله. تمام، الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك.